المسؤولية؟ فكرت إزاي؟ يعني كلمنا عن بداية الأمر كله. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هو يعني النادي الأهلي ليه طريقة معينة كده في اختيار الناس اللي بتشتغل فيه، وفي طريقة معينة في ترتيب الأمور يعني البيت من جوه يعني. فطبعا هو كابتن حمدي صافي هو اللي كان المفروض ان هو بيرشح الأسامي، وطبعا بيتم بعد كده التوافق عليها من خلال النشاط الرياضي وتقديمها مجلس الإدارة، وبرضه بيحصل لازم موافقة من جوه مجلس الإدارة على الأسامي المطروحة يعني. قبل ما تطرح بيبقى في موافقة شفوية بالظبط كده. فطبعا هو لو اتعرض عليا طبعا، ورغم ان انا كنت ماسك مدير فني فريق درجة أولى في الدوري الممتاز، لكن يعني النادي الاهلي طبعا الواحد كان حابب ان يخوض فيه التجربه، خصوصا ان هي تجربه يعني جديده شويه. لان وفي اي مكان يا كابتن انت بالنسبه لك يعني بالنسبه لك وجودك والنادي الاهلي او نداء النادي الاهلي ليك انت أكيد تحت امر. اكيد طبعا دي ما يعني، بس طبعا عارف الواحد يعني برضو انا حد بيبقى يعني امين شويه مع نفسه، لو الواحد بيقدر يعني يساهم او يضيف حاجه في مكان اللي هو يقدر يروح فيه طبعا اكيد ما بيتاخرش، لكن لو لقى ان الدنيا بتبقى صعبه او صعب ان هو يضيف حاجه الواحد، انا عن نفسي بفضل ان انا اعتذر عشان الواحد يبقى شفاف او واضح من الاول يعني. طبعا حاجات كتير قوي شجعت الواحد ان هو يخش النادي الاهلي تاني. طبعا اولا المجموعه اللي موجوده سواء من المجموعه النشاط الرياضي اسهم كابتن مهندس خالد العوضي، طبعا شخصيه محترمه جدا وراجل برضه زميل الملاعب ونعرفه من زمان اكيد. كابتن حمدي الصافي طبعا برضه كان زميلي في الملعب فترات طويله في النادي الاهلي، وواحد طبعا يعني يشرف ان هو يشتغل معاه او تحتيه يعني ما فيش فيه اي مشكله خالص. ومعانا طبعا كابتن ياسر صلاح وكابتن ياسر عبد الكريم، طبعا دول الناس المسؤوله عن الهيدز اللي هي بتاعه الاداره في الجوه الفنيه جوه النادي الاهلي في قطاع الفولي. فانا بالنسبه لي طبعا كانت موافقه مبدئيه، وقعدنا مع باشمهندس خالد العوضي واتكلمنا في حاجات كده شويه، لان طبعا انا برضو كنت ولي امر في النادي الاهلي وعندي ولادي اللي لعبوا الثلاثه في النادي الاهلي منهم لسه اخد عمل شغاله يعني. عارف الله اكبر. فالواحد عارف مشاكل القطاع، فاحنا كنا صراحه مع عامل الاول واتكلمنا في اللي احنا شايفينه من وجهه نظرنا والمشاكل الموجوده، وطلبنا حاجات معينه ان النادي يقف ظهرنا فيها، والحمد لله كانت في توافق على الرؤى يعني. وحبينا ان احنا نكمل بقى طبعا العظماء اللي سبقونا في القطاع، طبعا كلها اسامي كبيره طبعا مش منساش حد، لكن أكيد كلها اكيد يعني الناس كلها ذو تاريخ في النادي الاهلي واضافوا كتير للقطاع طبعًا. وحبينا ان احنا نكمل يعني مش عاوز نروح شباب احنا كبرنا برضو، لكن يعني بروح شويه جديده شويه ان احنا نحاول نعمل يعني ما نقدر عليه يعني في القطاع السنه دي كده، ونشوف التجربه تمشي زي نقيمها في اخر السنه. ممتاز يا كابتن. طيب حضرتك بدات خلاص قابلت طلبته رؤى معينه وتم الدعم في هذا الاتجاه، بدانا نحط استراتيجيات فنيه مع كابتن حمدي الصافي. طبعا النهارده لما اتكلم على حمدي، على شيل الالقاب معلش، كابتن حمدي الصافي، كابتن وائل العادي، حمدي الصافي وائل العادي، ياسر صلاح، يسر عبد الكليم، الاربعه احنا بنتكلم على اربعه كل واحد فيهم يستطيع ان يقود فريق اول بينافس في الدوري وياخد بيه الدوري. فالنهارده انت جايب اربع اسامي تقال جدا، اكيد في استراتيجيات انتوا قعدتوا حطيتوها. الاستراتيجيات دي بتبقى ليها محاور، يعني مثلا انت مطالب منك تاخد بطوله، انت جاي النهارده قطاع ناشئين، الاهلي عايز بطوله اكيد طبعا، وفي نفس الوقت الفريق الاول عايز دعم كل سنه تغذيه باثنين ثلاثه لعيبه في مراكز مختلفه. ففي محاور كتيره اتكلمتوا في ده في الاول واتناقشتوا فيه واتفقتوا عليه يا كابتن. طيب طبعا خلينا واضحين طبعا في حاجه، ان نمره واحد طبعا النادي الاهلي نادي بطولات، دي ما فيهاش طبعًا شك وما فيهاش كلام، ومحدش هيقبل غير كده من اي حد يكون موجود في بعضه مسؤوليه يعني. الحاجه الثانيه اللي انا كنت فعلا مهتم بيها جدا ان احنا ازاي نضخ لعيبه من قطاع الناشئين في الفريق الاول. طبعا في البنات هي الموضوع اسهل شويه، لان البنات يعني من سن 16 17 سنه بيقدروا يلعبوا في الدرجه الاولى، لكن في الاولاد صعب قوي، صعب ان تلاقي حد مميز قوي يقدر يخش وسط العتاوله او وسط الناس اللي موجوده في الدرجه الاولى، لازم يستوي الاول بالظبط. فكان الهدف الاساسي ان احنا نشتغل ان احنا نشوف اللعيبه المميزين نحاول نساعدهم ان هم يخشوا جوه القطاع، وطبعا اللي يعني جوه جهاز الفريق الاول اللي بيفرق برضو رؤيه واستراتيجيه الفريق الاول، لان في ناس بتحب ان هي تعتمد على لعيب جاهز وما تديش فرصه للناشئ، او لو استعان بناشئين في اضيق الحدود لاستكمال بس اعداد. طب انتوا لقيتوا ايه؟ بصراحه لا يعني هي عاوز اقول لحضرتك حاجه برضو، هي الخلاف ما بيننا وبين الفكر الاجنبي شويه اللي ده موجود في اوروبا، وحتى احنا كنا دايما بنستغربها يعني. حتى في الدوري الايطالي اللي هو اعظم دوري، والدوري البولندي اللي اعظم دوري، والدوري التركي طبعًا. الناس ما حدش بيجيب فرقه كامله يعني، لو كانت القايمه 18 او 20 ما حدش بيجيب 18 او 20 اسم او 18 او 20 عقد كبير، ما حدش ما بتحصلش. هو اللي بيحصل ان بيجيب 3 4 عقود عاليه جدا، وبيجيب الباقي في وسط ناس بتخدم عليهم 3 4 والباقي بيستكمل بيهم القايمه، وده واقع في كل انديه اوروبا. دي اللي حضرتك عارف اقول لك على حاجه يا كابتن، اتفضل.
انت جبتني انت ما شاء الله عليك والله انا قاعد مركز معاك قوي. انت اديتني اجابه النهارده ليه نادي الزمالك تفوق السنتين اللي فاتوا. شكرا. ليه بقى نادي الزمالك 3 4 بالظبط 3 4 والباقي بيخدموا عليهم حتى في البنات مفيش تغييرات بره تقريبا 3 4 وبيتخدم عليهم مش بيتخدم بمعنى تخدم احنا بنتكلم بلغه الكوره يعني احنا بنتكلم يعني ايه يعني